بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الأول من فيديوهات كتاب المعاصر. الكتاب ده هو كتاب الفاينل ريفيجن الخاص بسنة 2023، وده أول فيديو زي ما وعدتكم هنزل 3 فيديوهات منهم ده أول واحد. لو أنت إن شاء الله لو أنا لقيت إقبال على الفيديوهات لن أبخل عنكم بجهدي وسهري وهكمل الكتاب معاكم على اليوتيوب ببلاش مجانا، وده أوفر مش هتلاقيه في أي مكان تاني. أنا عارف إن في ناس كتير أو أساتذة كتير بيحلوا الكتاب على اليوتيوب ولكن مش هيحللوا ويعملوا اللي هعمله لك ده ان شاء الله. عايزك زي شطور كده توقف الفيديو وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتكتب كومنت تحت وتحاول تعرف زمايلك على القناه علشان نكمل مع بعض. اول سؤال يا باشا بيقول لك: The most recent major knot was an explosion at an oil refinery، يعني في معمل تكرير الزيوت يعني وكده. كلمه explosion دي كده بسم الله الرحمن الرحيم، واول ملحوظاتنا عايزك تعرف ان كلمه explosion دي معناها انفجار، حلو، وبتدي معنى زيادة كبيرة. عشان كده انت لما تقول population explosion يعني ايه يا فندم؟ explosion دي معناها الانفجار السكاني. ولما اقول لك there is يعني هناك an explosion in writing styles مثلا، يعني هناك زيادة كبيرة في انماط الكتابة. فانا عايزك تفهم ان كلمة explosion دي زيادة ومعناها انفجار برضو. ما رجعناش برضو لسؤالنا الاساسي، كلمه ريسنت دي معناها حالي او حديث او معاصر، ميجر دي اساسي زي كلمه مين اللي عند سيادتك، زي كلمه فن ذا من تل، وزي كلمه كمان بيسك. الناس دي كلها بنفس المعنى. عكسهم ايه يا عم الحاج؟ عكسهم باللون الاخضر الغريب ده اللي هي اسمها سكندري اللي هو ثانوي، وماينر يعني صغير الحجم او ثانوي. اوكيشن طبعا مناسبه، وفيستيفال مهرجان، اورجانيزيشن معناها منظمه، لكن incident يعني حدث وحادثة، والكلمة دي كنا تعرضنا لها بثلاث معاني، معناها زي ما اتفقنا حادثة يعني accident، ومعناها بتساوي برضو كلمة event وتدي معنى برضو كلمة صراع أو نزاع بين دولتين. فأنت عندك ثلاث معاني لنفس الكلمة. False news الأخبار الكاذبة. على فكرة ممكن نستخدم مكانها fake news، وfalse وfake هما الاثنين صفة. on social media، خد بالك أنت بتقول on social media مش in، aim to يعني تهدف الى، not public opinion بتهدف الى انها تعمل ايه في الرأي العام. لينا واقفة مع كلمة public بس نحل السؤال الاول. كلمة mislead يعني يضلل، وعايزك تفهم بما ان احنا بنراجع فعايزك تبقى نفسك طويل معايا كده وكيوت ودبدوب. عايزك تعرف ان كلمة mislead دي كده verb بمعنى يضلل، ولو انت قلت لي mislead نفس المعنى هو نفس او نفس الكلمة بس هنا ea لكن هنا e بس. mislead دي معناها adjective معناها مضلل، تمام. امال ايه misleading؟ دي معنى دي نون بمعنى تضليل. يجي في جمله يقول لك misleading our youth يعني ان تضليل شبابنا is a crime، جريمه. طيب ارجع بقى في كلمه public بالمناسبه قبل ما نروح هناك. كلمه private الاول، private دي معناها خاص، يعني حاجه كده ملاكي. العربيه اللي واقفه قدام بيتكم دي private car بتاعتكم خاصه بيكم. لكن كلمه special دي معناها خاص بمعنى حاجة من اتنين، بمعنى مميز أو لغرض معين. فلما يكون عندك مثلا قلم والمدرس يقول لك محدش يكتب بكده القلم ده، القلم ده للتصحيح فقط، يبقى القلم ده سبيشال للتصحيح. طيب وأقول لك مثلا what is special about your car، what is special about your car، إيه المميز في عربيتك معلش يعني. فكلمة special هنا معناها مميز، يعني حاجة مميزة للعربية عن الآخر. طب كلمة public بقى، public دي معناها عام، اي حاجه حكوميه الحكومه عاملاها للناس لاي حد يستخدمها في الشارع ببلاش كده اسمها بابليك. فحضرتك بتقول بابليك سكول مدارس عامه اللي هي الحكوميه يعني، بنقول بابليك لايبراري مكتبه عامه اي حد ممكن يدخل، وبابليك تويلت يعني حمام عام اي حد عايز يدخل حمام ده عادي فده اسمه بابليك. لكن انت بتقول جنرال انفورميشن معلومات عامه لانها من كل مكان. السؤال اللي بعد كده احنا قلنا كوز يعني سبب، ما تنساش ان كلمه كوز معناها سبب، واحنا بنراجع وانت كتكوت فانا عايزك تركز معايا الله يكرمك. كلمه كوز دي معناها سبب، بيجي مع حرف الجر دايما اوف. اختها الثانيه اللي بتيجي معاها دايما كلمه ريزن، بس ريزن دي بيجي معاها فور او بيهايند، والحاله دي عايزين الفعل مضاف له اي ان جي او اسم. ممكن نقول ريزن واي ونجيب بعدها جمله كامله، ممكن نقول ريزن وجمله كامله من غير حاجه خالص، ممكن نقول ريزن ذات وبعدها جمله كامله. عايز اقول لك ما السبب في مثلا مغادره المنزل، what is the reason for leaving house او behind leaving house، او what is the reason why you left house، what is the reason you left house، what is the reason that you left house. كل ده كلام جميل وزي الفل. ما تنساش ان كلمه reason with معناها يجادل مع.
طيب نرجع بقى لأهم من ده كله، عايزك تعرف انك ممكن تستخدم كلمة كوز ونجيب بعدها مفعول ونجيب بعدها تو المصدر. دي اخت بالظبط، ميك مفعول بس مع ميك هنجيب المصدر على طول. على سبيل المثال وات كوزد ذا كار تو اكسبلود او وات ميد ذا كار اكسبلود، في فرق شاسع برضو بينهم، ان احنا ممكن نستخدم هنا صفة لكن دي لأ. ما ينفعش اقول لك وات كوزد يو تو هابي، لا تو بي هابي، او وات ميد يو هابي على طول. طيب ارجع كده لجملتك اللي انت كنت بتحل فيها عشان ما تسرحش بعيد كتير. طبعا ميردر دي اللي معناها القتل، و كوت اخت اكسربت اللي معناها اقتباس، واخت اكستراكت اللي معناها اقتباس. احلف لك لو انت جبت كشكولك الجميل وكتبت ورا الملاحظات دي هتطلع من الوحده برنس الوحده العظيم، لان الكلام ده كله موجود في المنهج. طيب بعد كده I think not against women no longer exist، اعتقد ان الايه ضد النساء لم يعد موجودا. no longer دي كلمه من كلمات النفي اللي تيجي في نص الجمله، ما ينفعش نجيبها في اول الجمله. هجيب صفحه بس كده ونسميها السبوره. عايزك تعرف ان كلمه no longer دي هي بالظبط اخت كلمه never. الناس دي مكانهم فين يا عم المستر؟ الناس دي مكانهم في نص الجمله الاثبات. لكن كلمه any longer يا برنس هي زيها بالظبط any مور. الناس دول مكانهم فين يا سيدي؟ الناس دي مكانها في اخر جملة النفي. طب ما تضربني مثال، مثال في الخلاط. لما اقول لك مثلا اي نو لونجر سموك، انا لم اعد ادخن، شيل نو لونجر حط مكانها نيفر، كلام جميل. او انك تقول اي دونت سموك، انا لا ادخن اني لونجر على الاطلاق، او اني مور على الاطلاق. بس خد بالك دي اني مور مش نو مور عشان ما تروحش تبوظ الدنيا في بعضيها. طيب المهم احنا نكمل جملتنا ونجيبها من الاول. اعتقد ان الايه ضد النساء لم يعد موجودا. ابرنتسشيب اللي هي التدريب، بنفيت اللي معناها فائده، ودي ليها يعني تكتين عايزك تخلص منهم وتعرفهم. لما تقول لي مثلا كلمه بنفيت بيني فيت اوف، دي كده نون عايزين قبلها لكن كلمه بيني فيت فروم ده كده فيرب سيادتك بمعنى يستفيد من. عايزك تفهم الكلام ده كويس يا عم. يبقى بنفيت اوف وبنفيت فروم اتفقنا عليهم خلاص. طب بيرن اوت اللي هو الارهاق، اخت كلمه اكزوشن اللي هو الارهاق، امال بايس اللي هو التحيز والانحياز. طيب ما تيجي نحكي حدوتتهم كده سريعا اللي احنا مرينا عليهم قبل كده في كتاب ماي فريند. برضو بايس دي اخت بري جيدس، ده رقم واحد. طب عكسها ايه بقى يا سيدي؟ دي طبعا معناها معناها الانحياز. عكسها ايه بقى؟ عكسها فيرنس، فيرنس ونيوتراليتي. بالمناسبة كلمة بريجدس برضو بتساوي كلمة فيفوريتزم وبتساوي كمان نيبوتزم، الكلام ده كله بيساوي بعضه. ما ترجع كده للجملة اللي لها الدور. الجملة رقم 4 بيقول لك هنا هي يوجوالي نوت ستوريز اباوت هيز جينيراسيتي، جينيراسيتي اللي هي كرمه. ان فاكت هي از ا مايزر، اصلا هو بخيل. طيب ما تيجي كده بيرسويد يعني يقنع، ومنها بيرسويسيف يعني مقنع، سبويل معناها يدمر او يفسد، ومعناها يدلل الطفل، وسبويلز معناها الغنائم بتاعت الحرب، شوكس معناها يصدم، وسبين معناها يغزل، وهنا بقى في الجملة معناها يحور. بقول لك هو دايما بيحور قصص كده عن ان هو كريم مع انه مش كريم والله. ممكن نستخدم كلمة invent هنا على فكرة، قصص وميك اب ستوريز برضو، ميك اب الناس ده كله كده عدى علينا في المنهج وانت عارف اكيد. نمبر 5 بقول لك ماي تيم فريقي هاد سكورد يعني احرز انوات فور جول فيكتوري، بيقول لك ان فريقنا احرز انتصارا باربع اهداف. طب ما تيجي نشوف كده، كرايمنال دي معناها اجرامي، سنسيشنال معناها ايموشنال ومعناها تاتشنج، وايه كمان معناها افكتنج. الناس دي كلها كده معناها مؤثر او مثير للمشاعر وكده، وسوشيال معناها اجتماعي، وسيرجيكال معناها جراحي، فاكيد هو احرز انتصارا مثيرا للمشاعر، عيطنا من كتر السعاده والله. الجمله رقم 6 يا شباب بيقول لك the village was completely not، القريه كانت ايه كليه by the floods بالفيضانات. كلمه سايكل دي معناها يركب الدراجه، ومعناها سايكل دايره يعني، وريفلكتد معناها عكسه، وستيتد ستيت معناها دوله، وستيت معناها ولايه. طب روين معناها دمرت، فانت هنا هتقول لي بقى ان القريه دمرت تماما بالفيضانات. بالمناسبه كلمه فلود فيضان عكسها دروت اللي هو معناها الجفاف. طيب I didn't see the lunar eclipse، لونر دي معناها قمري، الاسم من منها كلمه مون قمر، لكن انت عارف اكيد ان عندك سولار اللي معناها شمسي، اكتبها هنا كلمه سولار اللي معناها شمسي دي صفه، والاسم منها هو كلمه صن
اللي هي الشمس. انت عارف الكلام ده انا عارف، بس احنا بنراجع مع بعضينا بقى، ما انت فاهم. بيقول لك I didn't see the lunar eclipse at night late at night. اصل هو ايه بالليل متاخر؟ اكيد stated قلناها state معناها بالمناسبه قام، سوري قال. بس انا اقول لك ان المعنى ده هنا state معناها يقول، ومنها كلمه restate يعني يعيد صياغه، obtain معناها يحصل على، بتساوي كلمه acquire اللي معناها يحصل على ويكتسب، وبتساوي كمان كلمه obtain اللي معناها يحصل على ويكتسب، وبتساوي كلمه get. امال occurred معناها حدث، ومنشند معناها ذكر. يبقى انت كده عندك اوكرد. بالمناسبه كلمه منشن وستيت نفس المعنى، بمعنى يذكر. My sister is not she easily gets what she wants from her father. اختي بتجيب اللي هي عايزاه من بابايا في اللحظه يا جدعان. اصل هي persuasive معناها مقنع، بتساوي كلمه convincing بالاي ان جي هنا. طيب امال ايه كلمه picturesque اللي معناها خلاب، attractive يعني، pointless معناها لا قيمة له. على فكرة ممكن نحط مكانها كلمة vain ملوش لازمة، وممكن trifling تافه وملوش لازمة. طيب وtrivial تافه وملوش لازمة برضو. أمال constant دي معناها مستمر، مش هنعمل عليها دايرة بس هنترجمها. كلمة constant دي معناها مستمر، زي كلمة ايه بالظبط؟ زي كلمة permanent اللي معناها دائم برضو. When I heard a noise لما أنا سمعت ضوضاء في الشارع، I opened the window فتحت الشباك and looked out to وبصيت لكي investigate أتحرى. مين بيساوي انفستيجيت يا عم؟ البرنس، كلمه اكزامن اللي معناها برضو يتحرى. ومين كمان يا مستر؟ لوك انتو اللي معناها يتحرى. انت عارف الكلام ده كله في منهجك، والله ما بفتكس عليك. النوفيت معناها يبتكر، بتساوي ميك اب. هايلايت معناها يبرز ومعناها بارز، يعني بتساوي كلمه بتساوي معناها كلمه بيست بارتس اللي هي الاجزاء الاهم في شيء معين. بيهيف يتصرف، دي بتساوي كلمه اكت معناها يتصرف، بس خديك خربوش. behave تساوي act لو معناها يتصرف، طب لو معناها يمثل ما تساويهاش، act بس اللي يمثل، يمثل في مسرحيه. ومنها action، الاكشن افلام الاكشن اللي معناها حدث. the police، البوليس ار ازاي يا استاذ؟ ما هو بوليس يا ابني اسم دايما جمع، وبيبول برضو جمع دايما. still hunting some not who have escaped. hunt هنا معناها يطارد بعض الايه اللي هربوا من السجن، اللي هربوا من السجن اكيد مين؟ سيلبرتيز اللي هم المشاهير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. انفستيجيتورز اللي هم المحققين، وكونفيكتس اللي هم المتهمين او المدانين، وكانديديتس المتقدمين لوظيفه والمرشحين وكده. اي نيفر تراست، انا لا اثق زوز هو زوز، اي نيفر تراست زوز، في هنا هو تشيت او زوز تشيتس، اولئك الغشاشين. كلمه تشيتس هنا عباره عن ناون يا برنس، ما هو تشيتس ما دام جمعها تبقى ناون وانت مغمض عينك، ما انت عارف ان الصفه ما بتتجمعش، ما انت فاهم، ما انت عارف ان كلمة تشيت هنا غشاش، صح كده؟ بنجيب قبلها ا لانها ناون، فما لما نيجي نجمعها نشيل الاول نحط الاس. طب زير ذا ريفريز ويسل، الصفارة بتاعت الحكم. نوت ذا اند اوف ذا ماتش، اعلنت نهاية المباراة. ليك دي معناها يسرب ومعناها تسريب، سواء مية غاز اخبار اي حاجة اسرار. الناون سيد اعلنت. فيوليت يعني انتهك، وادفرتايزد معناها اعلن عن منتج او سلعه. فانت بتقول ان دي اعلنت عن نهايه المباراه، ونهايه المباراه دي قرار في ايد الحكم. وفايليت وسوري وانونس يعني يعلن عن خبر او خطه او كده. اف يو سيك، لو انت ترغب في تراستد انفورميشن معلومات موثوق فيها، اند سيريس ريبورتس وتقارير يا ابن الناس جاده وفيها كلام مهم، المفروض تقرا البروتشيت. امال ايه نقرا امتى؟ التابلويد. التابلويد لو انت انسان تافه وعايز صور تلزق في الاوضه، عربيه الاحلام وفتاه الاحلام وكده. طيب رقم 14، ان جورناليزم از ليس بروفيشنال بات مور ريل، هي اقل احترافيه ولكنها اكثر واقعيه، اللي هي مين؟ سيتيزن جورناليزم. ايه سيتيزن جورناليزم دي يا ابني؟ انت تكون ماشي في الشارع معاك موبايلك وتروح مصور فيديو الحادثه ونشرته على الانترنت، انت كده بقيت جورناليست صحفي، بس انت مواطن، انت مش موظف، فبنسميها سيتيزن جورناليزم. كوست التكلفه تشيفرلي عندي في المنهج، ودي معناها الشهامه او الرجوله. من اميز ما يميز كتاب المعاصر انه بيجيب الاربع اختيارات من المنهج، فانت بتراجع ليك الشرار المحاضر. This man not your dog frightens his children. How can you defend yourself؟ كيف تدافع عن نفسك؟ الراجل ده بيدعي، بتساوي كلمة الليج اللي معناها يدعي. بيقول لك هذا الرجل يدعي ان كلبك بيخيف اطفاله. ريكواير معناها يتطلب، وكفر يعني يغطي، وبرسويد يعني يقنع، ومنها برسويسف مقنع، وكونفينسنج مقنع. برسويد بتساوي كونفينس. He was not of stealing money from the mall. هو ايه؟ بسرقة النقود من المول. compensate معناها يعوض، بتساوي make up for. convicted معناها متهم. cheered معناها ابتهج. caused معناها سبب. convicted يا مستر معناها متهم او مدان، ممكن نستخدم مكانها accused برضو of،
بس ممكن كمان نستخدم تشارجد بس معاها وز. انا عارف الخط صغير بس انت بتعافر ورايا، واللي ما تسمعوش وتفهمه عيده تاني. There were two not in the accident. كان في اتنين ايه في الحادثة؟ اكيد اتنين ضحايا، فانا عايز كلمة victim. طب لو ما لقيتهاش يا عم المستر اختار casualty، ما هي بتساويها يا ابني. apprenticeship معناها تدريب، confidence ثقة، وللنون. لكن confident ده ال adjective اللي هي الصفة اللي معناها واثق. امال confide in معناها يثق فيه، بتساوي كلمة trust. quotes اخت extracts اخت excerpts، سيادتك بتقول معايا. What do you think can not a mother for the loss خسارة of her child? Nothing. ما الذي يمكن أن يعوض الأم على خسارة طفلها؟ كلمة يعوض اللي اسمها compensate. mention يعني يذكر، وcontact يعني يتصل، وجهة اتصال، وpersuade يعني يقنع. أخت convince. Those drugs not are not allowed to take part in the Olympics. الدراجز إيه؟ الإيه بتوع المخدرات يعني، مش مسموح لهم ان هم يشاركوا في الاولمبيكس الالعاب الاولمبيه. خد بالك الاولمبيكس الالعاب الاولمبيه اللي اي حد بيلعبها. امال البارالمبيكس الالعاب البارالمبيه بتاعت الديسيبلد بيبل اللي هم المعاقين. طيب المهم سيلبرتيز اللي هم المشاهير، انفستيجيتور المحققين، وتشيتس الغشاشين، وكانديديتس المرشحين. فانت بتقول هؤلاء الدراج تشيتس اللي هم كانوا غشين عن طريق ان هم واخدين مخدرات ومظبطين نفسهم. في رقم 20 I can't eat nuts، ما بكونش ما ينفعش اكل المكسرات. These demand healthy teeth، يا عم الحاجات دي بتحتاج بتطلب يعني اسنان سليمه. demand هنا معناها يتطلب فعل، فانت عايزها verb. طيب الجمله اللي بعدها لكن خد بالك لو انت قلت لي it is a public demand معناها مطلب شعبي. مطلب شعبي يبقى كده noun. طيب not is supposed to have the skill and experience that helps them make sure if someone is guilty or innocent. مين اللي المفروض يكون عندهم القدرات ويكون عندهم المهارة والاكسبيرينس التجارب يعني اللي بتثبت ان هم يتأكدوا ان الشخص ده مذنب او بريء؟ اكيد دول المحققين investigators. امال inhabitant ده مين؟ inhabitant ده زي كلمة resident كده، الساكن او النزيل في مكان. celebrity اللي هو المشهور. خد بالك انا عايزك تركز، احنا قلنا الكلام ده في شرح كتاب المعاصر. A celebrity دي كده معناها شخصية مشهورة، وحضرتك دي ناون. لكن celebrity دي ممكن تساوي كلمة fame اللي هي الشهرة. لما اقول لك we all احنا كلنا seek نقط، احنا كلنا seek ايه يا ترى؟ celebrity ولا A celebrity؟ اكيد كلنا seek celebrity اللي هي fame، كلنا بنسعى وراء الشهرة. فأنا عايز أبقى مشهور والنبي يعني كمان اعمل لي لايك للفيديو الله يكرمك. طيب رقم 22 The knot of the old bridge can still be seen underwater. الإيه بتاعة الكوبري القديم ما زال يرى تحت الماء. أكيد تحت الماء يبقى الأنقاض اللي هي روينز. أناليسيس دي معناها تحليل، وروم اللي هي الغرفة. لا مش غرفة يا مستر، ما تفتيش. حاضر يا باشا مش هفتي، هقول لك اللي أنت عايز تسمعه مني. كلمة روم كده يبقى دي معناها غرفة. طب امال روم الاسم الذي لا يعد كده معناها مجال. فاكر انت لما كان بيقول لك زير از نو روم فور ميستيك، ليس هناك مجال للخطأ. لكن اي ليف ان ا روم، انا عايش في غرفة، ويز ماي براذر مع اخويا. 23 فولوينج ا نوت، اتباع نظام غذائي ايه؟ انت حافظها صح، بالانسد اكيد. هيل في صحي، لكن دي ديث لي مميت. بورينج ممل، وسوشيال اجتماعي. خد بالك اوعى تلخبطها مع سوشيبل اللي انت في الفرنسية بتقول عليها سوشيابل. سوشيبل دي معناها اجتماعي، يعني شخص كده حبوب بيقابل الناس يسلم عليهم. لكن سوشيال اجتماعي ليه علاقه بالمجتمع زي سوشيال بروبلم. هيز لاف فور هيز تيم هيز اوبينيون، بيقول لك ان حبه لفريقه بيعمل ايه في رايه. تعال نشوف. ستيت معناها يقول، وبايس هنا معناها بيجعل رايه متحيزا يعني. بيج يتوسل، وسلايد يعني ينزلق. The not of important information from the report misleads، بتضلل. The decision making process، بتضلل عملية اتخاذ القرار. أكيد الحذف اللي هو omission. أوعى تنسى إن كلمة omit يعني يحذف، بتساوي يا عم كلمة delete اللي معناها برضو يحذف، بتساوي كمان كلمة erase اللي معناها يحذف، بتساوي كلمة leave out اللي معناها يحذف. لاحظ إن leave لازم معها out. obstacle دي معناها عقبة، زي كلمة hindrance اللي معناها عقبة. لكن يا مستر كلمة هندر لوحدها كده معناها يعيق، بتساوي كلمة بلوك اللي كانت عندك في الوحدة الأولى، والكلمتين دول مطلوبين منك، بالله العظيم مطلوبين منك.
authority اللي هي السلطة. لما نقول سويس كانال authority اللي هي سلطة أو هيئة قناة السويس. Your not is your opinion or what you think هو رأيك أو ما تعتقد به. Bias الانحياز. Procedure الإجراء. Placement اللي هو الوضع أو المكانة. Point of view اللي هو رأيك. An honest writer never includes not information in their writings. بقول لك ان الكاتب الامين عند امين خدنا ان خد بالك ركز في دي كويس انا همسحها عشان تركز فيها. انت بتقول ان اونست عشان اونست ما بننطقش الاتش. بقول لك نيفر انكلودز نوت انفورميشن عمره ما بيجيب معلومات ايه في كتاباتي هذا الكاتب الامين. سيرتن يعني محدد او معين. ان اكيوريت يعني غير دقيق. ديجيتال يعني رقمي. وانتر اكتيف يعني تفاعلي. Sometimes it is useful for a journalist. احيانا بيكون من المفيد للصحفي to be not ان هو يكون ايه he or she needs this quality to get information محتاج المعلومة الخاصية دي او الصفة دي عشان يجيب المعلومات اللي هيستخدمها في كتاباته ان هو يكون nosy. اوعى تنسى nosy دي بتساوي inquisitive وبتساوي كمان curious. الاثنين دول معناهم حشري. social اجتماعي. naughty يعني شقي عكسها will. behaved الواد المؤدب المتربي. criminal معناها مجرم ومعناها جنائي. فاكر لما كنا بنقول criminal law القانون الجنائي وcriminal court محكمة الجنايات لكن a criminal المجرم اللي عمل جريمة. she was waiting with bated breath. ركز كده دي bated بالاي لأ دي bated بالاي لأ دي bated breath دي مظبوطة دي bated breath لأ. بص معايا بقى كده ركز احنا خدنا دي المظبوطة اللي صح. انت بتقول breath اللي هو النفس لكن breathe تنفس دي برة. خد بالك كنا بنقول wait with bated breath بتساوي to wait impatiently. The internet has made a book not easier. الانترنت جعل قرصنة الكتب اكيد اللي اسمها piracy. هنا لابد ان اشير الى شيء ان كلمة بايرت يا حبيبي دي نون بمعنى قرصان لكن بايرت لوحدها كده من غير دي فيرب بمعنى يقرصن زي ستيل. امال ايه بايراسي دي نون والله العظيم لا يعد بمعنى قرصنة اللي هي السرقة نفسها. ارجع كده امال كوت قول معايا كده كوت اكستراكت اكسربت ريسبونسابيلتي مسؤولية بانشمنت العقاب عكسها بريز بي ار اي اي اس اي اللي هو الثناء. جيفينج تشيلدرن تو ماتش ماني اعطاء الاطفال كثير من المال ربما يفسدهم يفسد الاطفال او يدللهم ويخرب بيتهم اسمها سبويل اللي هي دي. كوت لسه قايلينها سبين يعني يلف او يدور او يحور خصوصا يلف حول نفسه. ديمون يتطلب ومعناها مطالب. when someone doesn't want to tell the truth لما شخص ما يحبش يقول الحقيقة. هنا كده عايزك تقول او تركز معايا انت بتقول tell the truth حلو الكلام يعني قول الحقيقة وعلى فكرة ممكن نقول speak the truth برضو لكن مش say. طيب بنقول كمان tell lies يعني يكذب ما يقولش الحقيقة خد بالك من دي كويس. المهم يا عم بقول لك لما شخص ما يحبش يقول الحقيقة زي usually بوت بيحطه في الموضوع تحوير كده سبن في الكلام يعني. طب لو قالك المؤلف وضع قصة معينة في الأول أو وضع قصة في الآخر فده اسمه placement. incident ثلاث حاجات حادث وحدث ومعناها نزاع. طيب the earth the death of the young man has not us all موت الشاب عمل ايه فينا كلنا شكد us all. spun الماضي من spin اللي معناها يلف ويدور ويدور ويحور يعني. struggle معناها صراع وinvestigate معناها تحرى. تشوك دي لا حوار هحكيه لك في الصفحة اللي عليها الدور هنا. انت فاكر كلمة تشوك كده دي فعل بمعنى يصدم. طب لو قلنا shocking كده دي adjective بمعنى صادم. طب لو قلنا shocked كده دي برضو adjective صفة بمعنى مصدوم. امال لو قلنا shocking لي دي adverb بمعنى بشكل صادم. not he refused my offer يعني هو رفض عرضي. فانت عايز تقول لي هنا مما اثار صدمتي فهتروح انت قايل لي هنا shocking لي بشكل صادم رفض عرضي. لما حصلت الحادثة I was shocked انا كنت مصدوم. الحادثة دي كانت shocking صادمة. طيب بعد كده يا فندم 3 و34 never build your opinions او عمرك تبني ارائك on the mostly not social media news على الاخبار بتاعت social media اللي هي misleading مضللة. هنا misleading يا فندم عبارة عن adjective لكن لما تيجي تقول misleading your مثلا kids هنا معناها تضليل اطفالك دي عبارة عن noun يا برنس الليالي. امال ايه misled ده الفيرب اللي معناها يضلل
ومنها كلمة مس ليد اللي بإيه بس من غير إيه، دي معناها دي adjective بعدها مضلل. قلنا الكلام ده ونقول تاني، احنا ورانا إيه يعني؟ طيب أنت في رقم 35. The note of this piece of news on the first page shows on the first page، على الصفحة الأولى، يبقى placement ما تكملش. The road is locked. Locked معناها الطريق مقفول بسبب an A copyright، حقوق ملكية. Quote معناها اقتباس. Incident هنا بتساوي كلمة accident يا حبيبي، يعني حادثة، وممكن تكون event الناس عاملة قافلة الطريق في فرحها ولا حاجة. Inspiration إلهام، هحكي لك قصة inspiration في الخفيف كده. Inspiration ده إلهام وده اسم معدود بنجيب قبله A. Inspire ده verb بمعنى يلهم. Inspiring دي adjective بمعنى ملهم. طب inspired دي adjective برضو بمعنى ملهم. My dad was not. He helped me a lot. أبويا ساعدني كتير، أصل هو كان إيه يا ابني؟ حاجة من الاتنين، يا إما كان an inspiration كان إلهاما لي، يا إما كان inspiring يعني كان ملهما لي. الموضوع مش محتاج أي دماغ غير إنك أنت بس تذاكر، والله ذاكر توصل. 37 يا عم الحاج. زوز هو سيك نوز، الناس اللي بيرغبوا في الأخبار about celebrities المتعلقة بالمشاهير. an excitement والإثارة، بيقرأوا مين؟ تفهين يا ابني. tabloid التريجرد اللي هو الكنز، وتريتمنت العلاج والمعاملة، وتورنمنت اللي هو الدوري. الدوري ده مقسم إلى راوندات، خد بالك راوند. طيب بمناسبة الراوندات، ما تيجي ما أقولك على حدوتة كده، الناس اللي بيدخلوا في الدوري دول بنسميهم كومبيتيتورز اللي هم المتنافسين. طيب اللي بيفوز بنقول وين، ونجيب بعدها الحاجة الشيء الذي فاز به، عشان مثلا نقولك وين أكب، او الشيء اللي فاز فيه نقول مثلا وين اماتش. طيب ارجع كده، انا بحكي لك موضوع وين وارن بعدين عشان ما نطولش في الفيديو فتزهق انت وتقول شوف مدرس ممل بيحل 40 جمله في ساعه. A team of researchers فريق من الباحثين are not the causes of the street children phenomenon. phenomenon دي معناها ظاهرة. بقول لك فريق من الباحثين بيعملوا ايه؟ في اسباب حدوث حوادث الشوارع. survey يعني بيعملوا دراسة استطلاعية، طبعا دي حلوة. سبويل يعني يفسد، وسراوند يعني يحيط، ومسليد يضلل، اكيد سيرفينج. وعلى فكره كان ممكن نستخدم كلمه انفستيجيتنج هنا، على فكره كانت تاكل زي الفل. هي سافرز فروم نوت از ا ريزلت اوف كونتينوس هارد ورك. هنا بقى كلمه كونتينوس لو انت خربوش قول لي بتساوي مين من اللي احنا عايزينها اللي في دماغي؟ تساوي كونستانت يا عم المستر، يبقى انت واد برنس اقسم بالله. طلابي اكيد معايا عارفين الكلمه دي. المهم هو بيعاني من ايه كنتيجه ليه العمل الجاد المستمر؟ بايس انحياز، سراوند ساوند اللي هو الصوت الدائري ده، ستريس اللي هو التوتر، وبليسمنت الوضع. اكيد بيعاني من ستريس، وعلى فكره كان ممكن نقول بيعاني من بيرن اوت واكزوستشن، ايه المشكله يعني؟ 40 بقول لك سند ذا ريبورت تو مستر محمد، ابعت لي يا ابني التقرير لمستر محمد. تو نوت ات ان ا فورمال لانجويج، عشان يعمل ايه بلغه رسميه. بيرن ستور معناها يعصف ذهنه. تراب دي معناها فخ، وبالمناسبة كان في كلمتين في الوحدة الـ 12 ميك a تراب، لكن كنا بنقول بلاي ايه يا طاق شطور، بلاي a تريك يعني يلعب خدعة. ريستيت معناها يعيد صياغة، على فكرة هنا بقى ممكن تساوي كلمة ري وورد، خد بالك انا عملت الاكبر ازاي، او بارا فريز، الناس دي معناهم يعيد صياغة. امال سايكل يعني يركب الدراجة، اقسم بالله قلناها مليون مرة. It is the not of a teacher to make sure، إنها إيه؟ مسؤولية المعلم إن يتأكد إن الطلاب بتوعهم بيحققوا الإنجازات الحقيقية. casualty دي معناها كارثة أو ضحية، حالة فقد أو ضحية وكده يعني. remain معناها يبقى أو يظل، معناها بقايا برضو. omission حذف. I don't find your opinion objective، أنا مش شايف إن رأيك ده موضوعي خالص على فكرة. objective موضوعي هنا عبارة عن موضوعي صفة، يبقى adjective. طيب لكن what is the objective of this lesson، ما هو هدف هذا الدرس؟ objective يبقى كده هدف، معناها هدف يبقى اسم، ركز الله يكرمك. the not ringing of my mobile drives me mad، I will switch it off. الرن الايه لتليفوني هيهبلني يا جدعان، يبقى constant، وده لما حد يستلمك ترن ترن وما يفهمش انك انت شغال مثلا. balanced متوازن. convinced اللي هي بتساوي كلمة بيرس، ويدد معناها أقنعة، وبتساوي كلمة برسويسيف بمعنى مقنع. بايرتد معناها مقرصن ومسروق. I don't like it، لا أحب عندما الأشخاص interfere يتدخلون with my private في الإيه الخاصة بي،
افير اللي هي الشؤون الخاصه بيا، برايفت يعني شؤوني انا، ملكي انا، ملاكي يعني، اتشيت يعني يغش يغش، وغشاش ابرنتس شيب تدريب، واكسس اللي هو الوصول الى الشيء، هاف ان اكسس يعني له امكانيه وصول، نقط وبعدين عمل لي كما، انا عايز ظرف يا باشا، كل دول كده ظرف الله يسامحه. I got the full mark in such a difficult exam. بص يا حبيبي عايزك تفهم حته كده الاول عشان تريح نفسك، في حاجه اسمها adverb of sentence. يعني ايه adverb of sentence؟ اللي هو اسمه ظرف الدرجه. ايه ظرف الدرجه ده يا عم البيبي؟ ظرف الدرجه ده هو ظرف بيجي في اول الجمله وبعد كومه، بيديك انطباع عن الجمله. فلو قال لك من المحزن فهتلاقي هنا خبر محزن، من المدهش فهتلاقي هنا حاجه مدهشه، مثلا من السهل هتلاقي هنا حاجه سهله. طب ما تيجي نشوف كده، الراجل قال لي هنا انا جبت الدرجه النهائيه في الامتحان الصعب، يبقى دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه حلوه. سادلي حاجه وحشه كده، unluckily وحشه والله، unfortunately وحشه والله، يبقى thankfully. يبقى انت عايزك تفهم ان الظرف اللي هنحطه في الجمله بيديك معنى. طب اقول لك sadly، كان هقول لك sadly I failed، بمعنى من المحزن انني رسبت في الامتحان. The couple اللي هو الواد والبت يعني plan to spend their not honeymoon اللي هو شهر العسل in the Maldives، اروح المالديف، لسه كنت هناك اول امبارح وجيت في نفس اليوم يعني. المهم the couple plan to spend their not، على فكره بهبد عليكم يا جدعان عشان انا عارفكم طيبين وهتصدقوا. The couple الواد والخطيبته يعني بيخططوا ان هم ياخدوا الايه الهانيمون الايه في المالديف. misleading المضلل، ولا legal القانوني، ولا objective اللي هو الموضوعي، واللونج اويتد الذي طال انتظاره، شهر العسل الذي طال انتظاره. I don't think a two year knot is enough for a surgeon. ما اعتقدش ان ايه لمدة سنتين يكفوك تبقى جراح يعني. فيروس القنصرة، قرصنة، افير يعني شؤون، وابرنتس شيب تدريب، وبروتشيت اللي هو الصحيفة الرسمية. The admin اللي هو الادمنستريتور يعني المدير يعني. Me only because I have a different opinion. المدير عمل لي ايه؟ اصلا انا عندي رأي مختلف، اكيد blocked me، رزعني بره الجروب خالص، عمل لي بلوك يعني. behave يا مستر بتساوي كلمة act بمعنى يتصرف، لو لكن act ما تسويهاش لو معناها يمثل في مسرحية وفيلم. tour التجولة، وبيت معناها هزمة، بتساوي كلمة defeated. انا عمال اجري بسرعة عشان الوقت، وبرضو الوقت بيجري. bio is a football. بيبو بقى، باي بيبو از ا فوتبول، بيبو خالد بيبو كان زمان، ده از ا فوتبول ايه؟ سيلبرتي مشهور، انفستيجيتور محقق، او تشيت غشاش، وبايرت يعني قرصان، فاكيد سيلبرتي. خد بالك انت قلت لي ايه فوتبول سيلبرتي معناها مشهور، صفه ازاي؟ طيب ايه صفه اسم، سوري دي اسم معذره، تخيل ان كلمه فوتبول هنا يا عم الحاج صفه. ايه فوتبول سيلبرتي يعني مشهور كروي، يبقى فوتبول صفه ودي الاسم، وعشان كده خدنا ايه. he has a good job، عنده وظيفه كويسه، ده معناها ان he is not independent، he has his own income، عنده دخله الخاص بيه، يبقى financially. financially معناها ماليا. fluently بطلاقه، fiercely بعنف، بتساوي كلمه severely. امال fortunately لحسن الحظ، اخر كلمه هقولها وهحط في الفيديو عشان انت مليت، عايزك تعرف ان fortune دي بتساوي كلمه luck اللي معناها حظ، وهي اسم لا يعد في المنظر ده. طب لو انت قلت لي a fortune دي كده معناها ثروة، ودي كده اسم يعد، هتساوي كلمة wealth اللي معناها برضو ثروة بس اسم لا يعد. شفت سبحان الله، في ثروة معدودة وثروة مش معدودة. انا خلصت، واكرر ما قلته مسبقا، الفيديو ده هو فيديو هدية مني ليك، وده اول فيديو من فيديوهات التلاتة اللي انا هنزلها من كتاب المعاصر على اليوتيوب. لو لقيت خلينا نقول سميعة هنكمل الكتاب كله مجانا، مجانا مش محتاجين حاجة تانية كده، مجانا دي كترت كملت، ولو ما لقيناش اذا يحول الى المحتوى الخاص، وهذا ما جنته يداكم. انت لو عايز تشارك معايا في كتاب ماي فريند، تواصل معايا 010-20-78-78-39. مستر هيثم كمال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدي اقول لكم على حاجه يا جدعان، اقسم بالله ان انا لسه رايح اتغدى.